نعم بالفعل، لا زلنا نتجول بين أجنحة وأروقة معرض أدبك 2024. العديد من الشركات تتواجد في هذا المعرض العالمي، شركات إقليمية، شركات محلية، شركات دولية تتواجد وتحرص على التواجد في أدبك للتشارك في قاعاتها وأيضا تجاربها المختلفة مع مختلف المشاركين هنا في أدبك 2024. إحدى هذه الشركات شركة طاقة من المملكة السعودية العربية السعودية، ويسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء الأستاذ جميل الناصر نائب رئيس شركة طاقة. أستاذ جميل، رحب بك في قنوات أبو ظبي. في البداية حابين نتعرف على مشاركتكم هذه السنة في أدبك 2024، أنتم لكم مشاركات سابقة، كيف تشوف المشاركات هالسنة وشو جديدكم في أدبك 2024؟ شكرا أخي، بالعكس نحن متحمسين جدا السنة هذه، مشاركين بأكثر من 15 ورقة تقنية وبحثية من لهندسة الإنتاج والحفر الآبار. وقعنا بعض الاتفاقيات مع الشركات والعملاء، ونحاول نعمل اتفاقيات أكثر من ناحية تطوير الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات تقليل من الانبعاث. نشارك أيضا هذه السنة بعرض بعض المنتجات اللي طورناها في شركة طاقة، اللي هي منع الاشتعال الغاز أثناء الإنتاج، وتطبيق ديتكشن قياس الانبعاثات، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعامل معها، بحيث أنه أثناء الإنتاج يتم التعامل مع المواقف بشكل عالي الكفاءة. نعم أستاذ جميل، يعني من خلال حديثنا أشرت إلى الذكاء الاصطناعي في أكثر من نقطة، وهو أحد أهم المحاور في أدبك 2024. برأيك كيف تشوف الذكاء الاصطناعي ودخوله إلى قطاع الطاقة، خصوصا أن كلا المجالين يحتاجون بعض، الطاقة تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي بحاجة إلى طاقة، كيف تشوف دخول الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الطاقة أنه بيحسن عمليات الإنتاج وأيضا بيساعد في الحفاظ على إمدادات الطاقة بنفس الوتيرة مع عدم الإغفال الوسائل التقنية والتحول الرقمي؟ هذا الكلام صحيح، الطاقة تحتاج إلى ذكاء اصطناعي، وأيضا الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الطاقة، وطاقة بشكل يعني ممكن توصل 10 أضعاف الشكل الطبيعي. الذكاء الاصطناعي يساعد على تطوير الكفاءة بشكل كبير، يساعد على تقليل المخاطر، التعامل مع الطوارئ، وأيضا التطوير وتفادي الأخطاء. بالوجه الآخر، الذكاء الاصطناعي إذا بدك تطبقه في مناطق معزولة أو بشكل في المحيطات أو في المناطق الصحراوية يحتاج إلى طاقة، والطاقة أيضا لازم تكون متجددة، فتطبيقات الطاقة النظيفة أيضا وعالية الكفاءة تحتاج للذكاء الاصطناعي في انتشاره في كل المجالات.